سبحانك لا علم لنا إلا ما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به والرزق ما به انتفاع مطلقا قد قاله من حقق وليس مقصورا على الحلال ووجهه باد بالاستدلال والنصب للإمام بالشروط فرض بشرع للهدى من مطيع السمع مغلوط على الأعيان بيمينه بما سوى العصيان جاء لا طاعة للمخلوق به ذاك وبما عنه لا يخلق به ولا يجوز عزله إن طغى عليه رزق أو بغى واشترى ولا الخروج عنه إلا إن كبر وحليم البغي هوى بما خبر والأنبياء أفضل فالملائكة يتلون في فضل على وبعض فصل فيك تصل له قد الصلاة وانعقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله وما نحرك الشام بالتكبير خلاف إجماع يوم التنبيه فاحذر بغير منعه سماع تبع السنة والجماعة وفضل المخصوص بالإسرائيل على البغايا دون الاستقبال. نعم، ورزق ما به انتفاع مطلقا، الرزق عند أهل السنة ما به انتفاع مطلقا، فيرزق الله تعالى الحلال والمكروه والمحرم. هذا الذي قد قاله من حقق هو الصحيح عند أهل السنة والجماعة، خلافا لمن قال أن الرزق ما كان حلالا فقط. وهذا مردود قطعا بلا شك وجه باد بالاستدلال وجه واضح جدا وجه باد واضح لان اكثر الناس رزقهم غير حلال طبعا ولو كان الرزق فقط ما هو حلال هذا يتناقض مع الواقع الله تعالى قال وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومسكنها وكل كتاب ليس مقصورا عن الحلال وجوبات بلا استدلال والنصب للامام بالشروط فرض بشرع بالهدى منه يعني ان الامه الاسلاميه يجب عليها ان تقصد اماما واحدا لها واحدا اماما واحدا لعموم المسلمين وفرض بشرع بالهدى منه ليس بالعقل انما هو بالشرع وذلك واضح جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبض اتفق أمر الصحابة أنهم أن لا يدفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق أمر الخلافة خوفا من النزاع ولا شيء أهم من دفن النبي صلى الله عليه وسلم والقيام بحفظه فقدموا عليه الإمام خوفا أن تفترق كلمة المسلمين وهكذا لما قبض أبو بكر رضي الله تعالى وصالع عمر بن الخطاب رضي الله عنه هكذا جاء كما يقول ذلك رحمه الله تعالى أرض سائبة جور السلطان جور السلطان جائب 70 سنة أحسن من أرض سائبة ساعة واحدة فالسلطان هو ظل الله تعالى في أرضه ولذلك يقولون يدرك بالسلطان ما لا يدرك بالقرآن أنا تعطي الواحد من كم أدلة من القرآن العوام مظلمون لا يلتفتون إلى كتابه لكن إذا سمعوا بصوت الإمام وبما يصب من العذاب على الناس خلاص تنحوا شرط بشرع الهدى منه والسمع مفروض على العيان السمع مفروض على كل فرد يجب عليه أن يستمع إلى قول الإمام إلا بمعصية الله تعالى إذا دعاه بمعصية الله تعالى فلا يجوز له أن يفعلها
إلا إكراها شيء آخر، إلا إذا أكرهه عليها لما له بذلك خيار. لكن لا يجوز له أن يطيعه باختياره في فعل معصيته. سمع الله تعالى يعني بغير الطاعة بغير المعصية بغير معصية الله تعالى بأمره فيما سوى العصيان، إذ جاء لا طاعة بما في الحديث الصحيح لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. إذ جاء لا طاعة المخلوق في ذاك وفيما عنه لا يخلو وفيما لا يخلو على المعصية الأشياء التي تخلو ما كان معصية لا يجوز امتثال أمر بها، وما كان غير معصية ولو مكروها واجب على الإنسان أن يبتدي له، لأن ارتكاب أخف الضررين واجب. ولا يجوز عزله إن طرا عليه. هذه الأمور التي يتسابق لها الناس الآن وأعزل فلان وصار جائع، هذا ظلم أول على المسلمين. ولا يجوز عزله إن طرأ عليه فسق، إذا طرأ عليه فسق وطغى وتجبر وأفسد في البلاد لا يجوز عزله، لأنه كما قلنا فساد سلطان 70 سنة جائر أحسن من أرض سائبة ساعة واحدة، لأن هذه الساعة الواحدة سيتسلط فيها كم من جائر، ساعة واحدة من مليون يعني جائر أحسن من 70 سنة لسلطان واحد جائر، فسيقوم بنوع من الفساد إذا قوبل بذلك الفساد في ساعة واحدة من هؤلاء المفسدين كلهم، لأن سيكون لا شيء. ولا يجوز عذره إن طرأ عليه فسق أو بغى واشترى. هذا الذي كنا نتكلم عليه، سلطان اتفقت عليه كلمة المسلمين وطرأ عليه فسق وتجبر. أما الموجود الآن من السلاطين هؤلاء يقال لهم متغلب أو يقال لهم المتغلب. المتغلب واجب أيضا طاعته، لأن العلماء نصوا على أن ارتكاب أخف الضرر واجب كما قال في قواعد الزقاء، وارتكب الأخف من ضرين وخيرا لدى استواء هذين، وكذلك هذا نص عليه المرء. فارتكاب أخف الضرر واجب ارتكاب أخف الضرر واجب، والمتغلب نص عليه العلماء من كذا التغلب موجود بين الجميع، مع أن الوجود الآن هو ولاة الأمر، جميع رؤساء المسلمين إنما هم ولاة الأمر. حقيقة واحد قال هناك رئيس إسلام هؤلاء ولاة الغرب إذا أرادوا أن يسرقوه من الولاية اليوم يفعلون هذا، وإذا أرادوا أن يثبتوه فليثبتوه، فالحكم غرب حقيقة، والذين يريدون أن يغيروا إنما هو تغيير أيضا غربي أيضا، فأصحاب السياسات الذين يقومون بخلع الأئمة إنما هو دور ثاني من أدوار الغرب حتى يجعل المسلمين في تطاحن وتضارب فيما بينهم، كما قال تعالى وما القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، هذه هي التي يقضي على الغرب وحققها، كل يوم يجعلون رئيسا ويساعدون جهة أخرى من أصحاب السياسيين حتى يتضاربوا معهم ويصبح المسلمون في الشر الشاغل، يذيق بعضكم بأس بعض، أصبح المسلمين في تضارب والغرب في راحة كانوا يقولون كما قال الله تعالى وكما الله المؤمن القتال، الغرب يعني كما قال الله تعالى القتال، ذلك يعني هم في راح، لأن أيدي المسلمين قائمة بالقتال فيما بينهم، لا يحتاج إلى فقط كلمات سياسية وتبرعات على جانب حتى يغلب، فإذا رأوا متغلبا أعطوا للجانب الآخر حتى يقوموا عليه، وتصبح الأمة الإسلامية كل يوم في خراب وزياد خراب وزياد خراب. وأيضا التغيير الديني أسوأ، لأنهم هما غيروا دينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لا تقاتلون بعدد ولا بعدد وإنما تقاتلون بهذا الدين، هو لما رأى أن المسلمين ما دامت عندهم ديانات عقائد صحيحة ومشرب صحيح والصبر على الدين عرفوا أنهم لن يغلبوهم، إما أن يتحقق لهم غلبة في الدنيا ولكن المسلمين سيبقوا مسلمين صالحين.
الصالحين الطيبين الصابرين، وهم لا يبحث عنهم، هم أهم عندهم تغيير الأديان جدا من تغيير الأبدان جدا. هذا شيء مفهوم من المسلم، تغيير الأديان هذا أهم عندهم جدا من تغيير الأبدان. لذلك تجد المسلمين الآن مساكين، يعني كل يوم يجعل لهم يعني دور من الفساد، من المدارس السياسية، من المدارس الغربية، وعباقرة من المسلمين ألحدوا وألحدوا وألحدوا وفاقوا بالطلال الكفار، يجعلون هناك الدكتور فلان والمفكر الفلاني. لذلك الإمام الغزالي قال: فساد الملوك على أيدي العلماء، لو لم يوجد علماء ما فسد الملوك أصلا، ما فسد الملوك، لأنهم ما عندهم دراية، ما عندهم دراية. في أنا أخبرني رجل من تونس وهو مدرس هناك، وأخبره من حضروا بورقيبة، فقال أحد الحاضرين: قاتل الله بورقيبة وهكذا. قال له الرجل هذا الذي كان يرافق العلماء في الزيتون، قال: دعك من ذلك، هو بورقيبة لا يمكنه أن يفتح الزر سواه. معناها هذه الزر، هذا هو قلب الزر العربي. قالوا: دعني، هو فلان لا يمكنه، بورقيبة لا يمكنه أن يفتح الزر، إنما فعله العلماء. أنا حاضر قال بمشاهدة، هم الذين أدخلوا هذه الفكرة، هم الذين ألبسوا هذا اللباس التجمل. قال: هو ما يمكن أن يزعل زرع. وهذا عرفناه، يعني واحد ماضي كان هنا للأسف من فقهاء موريتانيا، ولعلكم تعرفون، لا أريد أن أعينه، ولكن من عرفه لا بأس به، لا أفكر عن من يعرفه، كان ينتقد ويقول الدولة فاسدة وكل يوم في محاضرة. بعد ذلك جعله الرئيس أحد الرؤساء الماضين الذين اعتقلوا، جعله مستشارا، جعله وزيرا، فإذا هو بعد ذلك يحك مركب الدين في دورات مغنية أشهر، يعني ما حتى لا يمسك جوازها عن المغنية، هي معروفة. فإذا هو في جولات مع وفود الرئاسة في كم من أزل، يعني قبل أسبوع كان ينتقد، وبعد أسبوع فإذا هو وديم، هو يقدم خطاب وديمة تقدمه. يسمون علماء لأنهم هم الذين يفسدون الناس وهم الذين يصلحون. الفساد في السلطة ليس بجديد، لكن إذا وجد الفساد في العلماء ولم تبقى منه شريمة، هذا هو الفساد الكبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر. وقالوا: إن تمر عليكم عبد الحبشي فاصبروا، فإنه من يعش بكم وسيرى اختلافا كثيرا. جاء الناس إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بخور العلم، قال له: شكوه الحجاج، قال له: إذا مات الحجاج سيأتي حجاج يا رسول. أنتم الحجاج كم قتل من الصحابة، أتعتقدون أن أنس بن مالك يحب الحجاج؟ يحب الأنس. قال: إذا مات الحجاج، أنتم تشتكون الحجاج، إذا عزل الحجاج سيأتي كم من حجاج يا رسول. لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. قال له في حديث البخاري: سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنتم تريدون أن تخرجوا الحجاج، فسيأتي كم حجاج آخر، وهذا هو اللي موجود الآن. أخرجتم صدام رحمه الله تركه العراقي، أخرج يعني القذافي على أنه مسلم، كم من قذائف جاءوا بعد ذلك. أخرج يعني صاحب اليمن أو قتل، كم جاء من مفسدون من دجاجنا بعد ذلك، وعادوا في الأرض فسادا كبيرا مدة يوم ويوم، يعني أفسدوا ما لم يفسد ذلك الواحد في خلال 20 سنة أو 40 سنة. لأنه اتكلوا في السلطان لا أحد يسكت عنه. تو والله قال لك أن السلاطين ليسوا ولاة للغرب، هذا كذاب. أنتم قاعد عشان تفكرين؟ هذا كذاب. لكن هل أحسن أنا
يحملها على ولاته الغاضي يجعلنا بسات 70% أو 600 أو نار أو نار أو نار أو نار أو مضاربة بين ولاته الغاضي حتى يجعلوا 100%. أيها الحسن أنا أحسن أن نرتكب الأخر مضرب وليس تسليما وليس اعتقادا في أنه هو سرس لكن اعتقاد أن ما نريد أن نسترتنا بالله أن ما نريد أن نجعل الناس بزيادة من الفساد والحجاج ليس سلطان المسلمين أصلاً وهو متغني ورسول الله ما قال لهم هذا السلطان صالح قال لهم إذا ذهب الحجاج سيأتي حجاج آخر أسوأ منه لا يأتي زمان الذي بعده شر هذا الشر ولكن ليس يأتي شر لماذا؟ هل قال لهم الحجاج لما رجل؟ ما قال لهم لكن لو قال لهم لما رجل خاب عليهم حاشاهم ما رجل كيف هو يقتل الصحابة وكم قتل من علماء التابعين هذا لا يدري هل هو يحط على إبقاء الفساد في الأرض ولكن يحط على أن نصبر على فساد أقل مما هو أكبر مما هو أكبر مما هو أكبر هو تاريخ موجود المسلمون من تدر انتهاء الخلفاء الراشدين خلاص جاء جوع وجاء المشاكل والمسلمون يخوضون العذاب بذلك الوقت إلى الآن والعلماء أوضحوا الأمور وحتى في أيام الصحابة أوضحوا الأمور ما ليس أمرا جديدا حتى يكون الآن محل نقاش ومحل العلماء مختلفون العلماء هذا بحث في مثال في شيء يقول الله منهم زمان في أيام عهد الصحابة رضوان الله في أيام عهد الصحابة حلوا لنا المشكلة حلوا لنا لماذا لا يقوم أغلب الصحابة على يزيد بن معاوية رضي الله تعالى عن معاوية وقاتله الله تعالى لماذا لا يقومون عليه وكم استلم من الفساد وكم عذاب الله حتى سماع بعضهم كامل أو يدابة لكن أنا ما أقل لكن هذا لماذا الصحابة هم يريدون نشر الفساد في الأرض لكن يريدون تخفيف الفساد في الأرض يريدون تخفيف الفساد في الأرض حتى يبقوا لأنهم هم علموا أن صلى الله عليه وسلم أن سيأتي ملك عظيم وسيأتي من يعش بكم وسيرى اختلافا كثيرا هم هذه المغيبات على علم منها هذا هو المشكلة الكبيرة لما قلنا ماضيا أن علم المغيبات الإيمان بالغيب هو أهم شيء لكن نحن تكون عندنا محسوسة وبعد ذلك لا نؤمن بها أي مصيبة الصحابة لما رأوا حتى مبادئها خلاص طرقا خلاص الآن بدأ الأمر فسنصبر فإنه من يعش بكم فسيرى اختلافا كثيرا وجد أنس بن مالك اختلافا كثيرا وجد آخر الصحابة اختلافا كثيرا وجدوا عض على الأصابع وجدوا القتل فصابروا لكن تبقى مسألة أخرى يأتي هناك فقير ويرغبكم بالسلاطين ويقول نعم الرجل هذا يتقى لا تقل نعم الرجل ولا تقل بئس الرجل كن حيادي كن حيادي ابتعد من الجميع يا ايها السائل عنه ما علي لست من قيس ولا قيس لا تتل السلطان العلماء ولا من يخالط السلاطين فحيرهم انت ابتعد من هؤلاء عندما ياتي واحد يقول يا اخي اتق الله تعالى وعليك ان تترك المسلمين في فساد اقل لكن لا تاتي وتقول نعم الرجل وفلان لولاه ما رزق الناس ولولاه ما زنوا كلمة تقرب الى السلاطين وتلبسهم بلباس العداله وهم العداله عندهم عنها 1300 سنه تقدمت لانها موجوده العداله في ايام امراء العباسيين وامراء الامويين ما جاءت على الناصر انما ياتي شيء اخاف من شيء ولا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه اخر يعني نوع من الفساد إنما يأتي واحد أخف وأقل ضرر ويأتي واحد أخف ضرر وأما العدالة خلاص انتهت ما في أي عدالة أصلا قال ولا يجوز عزله من قرأ عليه فسق أو بغاء واشترى ولا الخروج عنه إلا إن كفر إلا إذا كفر كفرا بواحا فإذا كفر يخرج عنه ولكن إلى أين يخرج؟ هل نخرج من كافر إلى كافر؟ أيضا هو رؤساء
لا نحن عندنا التاريخ ما له منافع علماء موريتانيا لما دخل المستعمر الفرنسي. العلماء اختلفوا، بعضهم احب ان يدخل تحت الحكم الفرنسي لانه اقل ضررا مما كان هناك من الفساد الاخر وكان الحق معه، وبعضهم خرج ايضا قال لا يدخل تحت سيطره حكم الكافرين، وكان رايه ايضا في خراب على موريتانيا، لان موريتانيا في ذلك الوقت كانت تحت دور اما مستعمر فرنسي سيخفف الفساد واما مخرب فرنسي ينشر الفساد، احد امرين، اما مخرب فرنسي يجعل الديمقراطيه ويجعل الفساد وهذا سيؤمر كم من مفسدين، واما مستعمر فرنسي سيخفف. ولذلك قيل باب من الشيخ سيدي رحمه الله تعالى هل انت ادخلت الفرنسي؟ قال ليتني كنت معك. ليش؟ يعني اعرف ان الفرنسيين كفار اخف ضرر من ان يجعلوا فساق مسلمين، اسوأ من ذلك يلبسونه لبس المسلمين وبعد ذلك يكونوا منافقين. انا اعرف الفرق بين المنافق والكافر الصريح، فرق كبير جدا. هؤلاء منافقون وهؤلاء كفار صريحا، كل واحد يعلم انهم كفار سيأخذ منهم فائدته ويعلم انهم كفار، اما المنافقون المتقمصون من المسلمين هؤلاء هم أسوأ الناس. هؤلاء الناس إذا عاهدوا أخلفوا، وإذا وعدوا، وإذا حدثوا كذب، وإذا تؤمنوا خانوا، ليسوا كالكفار الآخرين. اسم المسلم لا يجعل الإنسان مسلم. اسم المسلم هذا اسم مسلم، أنا مسلم، أنا مسلم، أنا لا يجعله مسلم. ولن يغير المحاسب النهب نحاسه يقول للناس والملح للسكري لن ينطلب ان اسم سكر عليه كتب. والانبياء افضل من الملائكه، الانبياء افضل من الملائكه، ثم بعد ذلك الملائكه. هذا راي بعض اهل السنه والجماعه هو الصحيح عند الاشاعره. والأنبياء أفضل فالملائكة يتلون بفضل على الأرائك. وقيل بالعكس، قيل إن الملائكة أفضل من الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم. قيل بالعكس، وبعضهم فصل ذلك التفصيل له فصل، بعض العلماء فصل قال الأنبياء أفضل، الرسل أفضل، ثم بعد ذلك خواص الملائكة، ثم بعد ذلك باقي الأنبياء. ولكن الإمام السفي قال ان الامر سهل جدا، قال لا تبحث بالتفضيل بين الملائكه والانبياء، لو لقيت الله تعالى وما بحثت بذلك ما ضاعك، لان الامر ليس قاطعيا ولم يكن فيه امر واضح. ولذلك اشار اعتقد انه النابغه الغلاوي والبحث في التفضيل بين الملك والانبياء، قال فيه السكي لو لقي العبد الهه وما خطر لا بباله ما لهم، لو لقي الانسان ربه وما خطر بباله التفضيل بين الأنبياء والملائكة ما كان آثما غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وانعقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فانعقد الإجماع بلا خلاف بين العلماء أنه هو أفضل خلق، أنه هو أفضل الكائنات كلها، ولولاه ما خلق الله الكائنات. عقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله والخلف ارتفع، وما نحل كشاف بالتكوير خلاف إجماع ذوي الترمذي، كشاف المعتزلي الزمخشري فضل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم الناس زيهم وضلال. وما نحل كشاف بالتكوير خلاف إجماع ذوي الترمذي، خلاف إجماع العلماء لأن نور الله صدورهم، فاحذر أيها المسلمون لغير ما به سماع، لا تستمع اليه الا اذا اردت ان تمنعه وترد عليه، اما سماعه وانه محل نقاش فهذا ضلال والعياذ بالله تعالى. واتبع السنه والجماعه وفضل المخصوص، قل بتفضيل المخصوص بالادناء التقريبي ليله الاسراء من الله تعالى قرب معنا لا قرب مكان حاشا الله تعالى من الزمان والمكان. واتبع السنة والجماعة ثم انتقل إلى تفضيل الصحابة رضوان الله تعالى، قال وأفضل الأمة ذات القدر
أصحاب من رطي شرح الصدر. أفضل أمتي على الكل واحدا واحدا فردا فردا الصحابة العظيم. فالصحابة آخرهم ولطيلا أفضل من جميع التابعين. أفضل أمتي ذات القدر أصحاب من رطي شرح الصدر. إجاء في القرآن ما يقضي لهم بذلك، إجاء في القرآن ما يقضي لهم ذلك، ما يثبت لهم ذلك، وجاء في الأحاديث ما يقضي لهم ذلك، وكم ورد عن السلف الصالح من ذلك في السبق في آية حوت تفضيلهم، كما حادث عليهم تثني، وكما حادث عليهم تثني تمدح وتفضلهم على غيرهم، كقوله خير القرون قرن، كقول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرن ثم الذين يلونهم من لا يلونهم. العلماء بينوا أن القرن الأول على الإطلاق كان واحدا واحدا أفضل من بعده، أما بعد ذلك يأتي التفضيل الإجمالي، فمعنى أن التابع جمهورهم أفضل من التابع التابعي، وتابع التابعين أفضل جمهورهم ممن بعدهم، لأنه دخل في أيام التابعين أصحاب الزيغ وأصحاب المساجد. أما الصحابة فرضوان الله تعالى عنهم من مات من المسلمين هذا قطع يحكم له بالجنة، في قول الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا كلا وعاد الله الحسنى أي الجنة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مصطفى لو أنفق، في الحديث الصحيح أصحابي أصحابي، أنا اتقوا الله تعالى وسلم، أنا احذروا أصحابي أن تنتقدوا منهم أي فرد، أوصيكم على أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفا. لو أنفق الإنسان من التابعين أو تابع التابعين ومن بعدهم جبل أحد ذهبا خالصا ما بلغ أجر مد أحد ولا نصف مد من الحنطة. لا يبلغ ذلك، وهو أي المقري أوضح بذلك منهجا إن شاء الله سنأتي به يوم السبت الآتي لتفضيلهم أفاد فيه وأجاد، حيث قال والصحب كلهم عذور الخيار فمن يريد وجه ابتدائه يرى، يعني من أحاط بالخبيث من الحضارة. فسنطيل بذلك الكلام إن شاء الله يوم السبت الآتي، لأن البحث فيه مفيد جدا خصوصا في هذه الأيام السائرة، صار الناس يتطاولون على الصحابة بها وحتى على الأنبياء ورميهم بالمعاصي والعياذ بالله. الأمر الآن أصبح مثل كما قلت لكم الغرب، الغرب أحب عنده جدا فساد الأديان من فساد الأبدان، فهو أفسد الأبدان، والآن يحاول أن لا يترك لكم كلمة لا إله إلا الله، لا يترك لكم عقيدة صحيحة ولا تزكية من زكية ولا عصمة من عصمة. أهم عندهم جدا إفساد عقيدة واحد شخص واحد من طحن دولة كاملة، لأنهم يعلمون أن المسلمين ما داموا عندهم عقائد صحيحة يهددونهم أنكم لا تقاتلون بعدد ولا بعدد وإنما تقاتلون بهذا الدين، لا تقاتلون بعدد. كم من المسلمين الآن من يسمى مسلمين؟ ما يسكن الآن في باكستان فقط من المسلمين أكثر من قبض النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة فقط ما يسكن حتى ما يسكن فقط من موريتانيا، وهي أصغر دولة في العالم وأضعفها أكثر مما توفي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن صحابته وهم 120,000 لكن كم فتحوا وكم يعني أفادوا وكم أبادوا من الكافرين، ما نحن فاضوا ذاك فاضوا ذاك السيد. ليش؟ لأن العقائد ضعيفة جدا، ولأن وعد الله تعالى ليس ثابتا في عقولنا. واحد من الصحابة كان ما يقول يحضر قتل يقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وباردة شرابها، قال أنا لا أنا عمر هذا أحد الصحابة يوم بدر قيل له ما بينك وبين الجنة؟ قال بينك وبين الجنة فقط أن
تموت ما كان في يدي تمرات رماها. قال لماذا أنا قادر؟ لا أريد تمر الدنيا. ابن ابن هلال الناس يقول لربه ويقول أفما بيني وبين جنة الحنا ما بيني وبين الجنة إلا الموت. ماذا نريد هنا بهذه الدار؟ تمرات يعني تكون يعني نجاسة، وهذه تمرات في الجنة ستكون هشاء مسك. لا حتى الجنة لا يتغبطون ولا يبون ملائكة لا يتغبطون ولا يبصقون، إنما البصاق والتهشم كانوا روائح مسك. لماذا أنا أريد البقاء هنا بهذا العذاب يعني؟ الناس هناك ثبتت عقائدهم واتضح لهم ما قال الله تعالى، بل ثبت في عقولهم أصدق في عقولهم مما شاهدوا جدا. ما نحن مسكين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في آخر الزمان يعني تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. هذا كمان بلات في العربية في الفرنسية في الإنجليزية، يعني صحن يعني صليب تتداعى عليه الناس يقتلونه خلال ثانوية. هذا هو الموجود الآن. الصحابة رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من قلة يا رسول الله؟ قال لا، ولكن غذاؤه كغذاء السيف، عندما يمر عليكم أي شيء أي ريح يصفكم نصف غذاء السيف. ضعيف جدا مرت عليه أمواج أمواج من الماء فصار حشيش ضعيف جدا، أول يعني سلك سلك من الرياح يرميه هكذا. هذا هو الوجود. غذاؤك في كم من عدد الآن؟ لكن نحن لا نقاتل بعدد ولا بلد، إنما نقاتل بهذا الدين. لو كانت عقائدنا صحيحة وثابتون لصبرنا على ذلك. لكن كل يوم كل يوم واحد يقول أمس، تعرفون أمس سياسي مجاهد حسب ما يقول هو فاسد هو فاسد، عندما تغير مثلا يعني برنامج جديد فإذا هو يعني أبعد من ذلك المسرح الذي كان فيه أمس من السماء، غير رأيه كاملا. شكر الله يتوجه يعني كان أغرب ذلك واحد من أهل العلم ونحن نعرفه عالم ونحن متمكن من المتون، يعني كان الرئيس بئس الرجل جعله مستشارا فإذا هو يحق مكر الدين، وغني أشهر أغنية في العالم تفصيلها الدولة مع وجودهم لتغنيها، فكلمته وكلمة الدين ما لا فرق بينهما إلا ثانوية، والمجلس لا فرق بينه إلا بين المجمع لا فرق بينهما، لا فرق هو ما بينهما إلا شيء. هذا عمل منافق أمس يعني معارض اليوم يعني وأقرب شخص، ما بينك وبين الرئيس إلا أن يعطيك فقط وغير ما فرق بينهما أو يثري عليك فقط ترجع عما قلت. هذه أحوال المنافقين، يا خلوا شأن شياطين قالوا لنا معكم إنما نحن مستهزئون، إذا نقول لنا آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا لنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويقول لهم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله على حلمهم بعد ربي وعلى عفوه بعد قدرته. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلى ومن الذل إلى الرجل، ونعوذ بك أن نقول زورا ونعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخبة الرجال، ونعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخبة الرجال، ونعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخبة الرجال. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا من لا تراه القلوب ولا تخالطه الامور ولا يصب الواصب ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر. يا له مذاق الى الجبال ومكاين البحار وعدد قطع الاوطان وعدد ورق الاشجار وعدد باغر ما يجري واشرق عليه النهار. لا تواركم سماء سماء ولا ما ولا محرمات قال ولا جبل ما فوق اجعل خيرا على ذلك ولا محرمات
اللهم يا رب بجاه أسمائك الحسنى وبجاه نبيك الأسنى طهر قلوبنا من كل وصف وبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة. اللهم اغفر من تمسك بسنة فسنة. اللهم يا وهاب هبنا التمسك بسنة التمسك بسنة فسنة. اللهم يا وهاب هبنا التمسك بسنة فسنة. اللهم يا وهاب هبنا التمسك بسنة فسنة. اللهم اجعلنا من غرباء هذا الزمن. اللهم اجعلنا من غرباء هذا الزمن. اللهم اجعلنا من الأقلين. اللهم اجعلنا من الأقلين من الناجين. اللهم اجعلنا من الأقلين من الناجين. اللهم اجعلنا من الأقلين من الناجين. اللهم صل وسلم وصلي قربنا على طاعتك. اللهم صل وسلم وصلي قربنا على طاعتك. اللهم لا تدع لنا من إلا غفرته ولا هم من إلا فرجته ولا ضال إلا هديته ولا مريض إلا شفيته ولا مريض إلا شفيته ولا جاهل إلا علمته ولا زاهد إلا قومته ولا مغرور إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا خطيئة إلا الله ولا صالح إلا قربك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين 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 ودمر اللهم أعداء الدين ودمر اللهم أعداء الدين وصلاة الله وصلاة الله وصلاة الله. اللهم آتنا الدنيا حسنة ولا خير حسنة وقنا عملا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله رب العالمين وفي نعمه وكرمه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة تامة وسلم سلاما تاما على نبيك تفرج بكرامه وتزال به صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم